بالنسبة للناس اللي كيعانيو من فقدان الوزن خلال فترة الصيام أو اللي كيكون أصلا الوزن ديالهم قليل وكيخافوا أنهم يزيدوا يفقدوا الوزن ديالهم خلال فترة رمضان، فحنا كنصحوهم كأخصائيين في الحمية والتغذية أنهم يردوا البال للقيمات ديال السعرة الحرارية اللي كيدخلوا للذات ديالهم، وأنهم يحاولوا يوازنوا ما بين داكشي اللي كيحرقوا كل نهار في الحركة اليومية اللي كيقوموا بها وداكشي اللي كيدخلوا للذات ديالهم كمواد غذائية اللي كتسمح لهم أنهم ينتجوا طاقة وأنهم يكون عندهم هناك توازن في ميزان الطاقة ديالهم باش ما ينقصوش في الوزن ديالهم. فالناس اللي كيكونوا عادة عندهم فقدان في الوزن فهما كيكونوا ناس اللي عندهم مشاكل في الشهية، يعني كيكون أصلا الشهية ديالهم ناقصة وما كيقدروش يأكلوا بزاف، غالبا تيكونوا كياخدوا واحد الوجبة واحدة اللي هي الوجبة الإفطار حتى الفترة ديال حتى العوتاني الوجبة الإفطار ديال اليوم الموالي. فاحنا كنصحهم أنهم يأكلوا الوجبات ديالهم كاملين، وجبة الإفطار، وجبة ديال السحور، والوجبة الإفطار ديالهم إلا ما قدروش يتناولوا الوجبة كاملة، يعني اللي يفرقوا الصيام بتمر الماء والحسوة ديالهم ويعاد يأكلوا طبق رئيسي، فهم يقدروا يفرقوها على جوج، يفرقوا الصيام يشربوا الحسوة ديالهم ويرتاحوا شوية عاد باش من بعد ياخدوا طبق رئيسي وما ينقزوش نهائيا الوجبة ديال السحور، فهي وجبة مهمة باش أن الذات تلقى ما تحرق في اليوم الموالي ديال الصيام وما نفقدوش الوزن ديالنا كتير. كذلك ما ننصحوا الناس اللي عندهم فقدان في الوزن كذلك الناس اللي عندهم زيادة في الوزن أنهم يتحركوا باش الذات ديالنا كتبقى دائما كتطلب سعرات حرارية لازمة وما تدوزش في القياسات ديال الماكلة اللي كتاكل ديال الاحتياجات ديالك.